وللمزيد من التفاصيل والمستجدات ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من أمام معبر رفح. مرحبا بك كريم، انقل لنا أهم وأبرز وما لديك من جديد. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بينما نحن نتحدث الآن ومنذ أقل من دقيقة وصل بالفعل الركاب الخاص بوزراء رؤساء وزراء أسبانيا وبلجيكا الذين وصلوا الآن إلى بوابة معبر رفح المصرية بعد المؤتمر الذي عقدوه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك في القاهرة. تحركوا بعد ذلك إلى مطار العريش، وبينما نحن نتحدث الآن يستعدون لتفقد المساعدات المختلفة مع اليوم الأول والساعات الأولى لبدء سريان الهدنة الخاصة بين الأراضي المقاومة في فلسطين وأيضا قوات الاحتلال. جاءوا بالفعل يتفقدوا هذه المساعدات وأيضا يتفقدوا خروج مزدوجي الجنسية، وسيكون هناك مؤتمر صحفي من أمام بوابة معبر رفح المصري. يتحدث منذ صباح اليوم دخل بالفعل أكثر من 90 شاحنة، من ضمن 200 شاحنة تم الاتفاق عليهم ضمن الهدنة لتدخل يوميا، بالإضافة إلى 4 شاحنات من الغاز و 130 ألف لتر من السولار. دخل بالفعل 4 شاحنات من الغاز وأفرغت شاحنتان حمولتهما في الجانب الآخر وخرجوا بعد ذلك. أيضا دخلت 3 شاحنات من الوقود بالفعل وتم تفريغ واحدة منهم وخرجت بعد ذلك من بوابة معبر رفح المصري. نتحدث عن دخول أكثر من 90 شاحنة من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية وأيضا شاحنات المياه. تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني منهم 85 شاحنة بالفعل وجاري توزيعهم على قطاع غزة. وصلت منهم 3 شاحنات إلى شمال قطاع غزة، وهذا المكان الذي كان يعني هناك تضارب في المعلومات حول إذا سيسمح بدخول هذه المساعدات إلى الأهالي في شمال قطاع غزة أم لا. حسب قوات الاحتلال كان هناك حواجز لمعنى هذه الشاحنات، ولكن وصلت إلى هذه الحواجز بداية شمال قطاع غزة 3 شاحنات بالفعل. أتحدث عن اصطفاف كبير جدا للشاحنات من أمام بوابة معبر رفح على يعني مدار مدينة رفح والشيخ زويد والعريش. رصدنا مئات الشاحنات تصطف في انتظار الإذن لدخول إلى بوابة معبر رفح المصرية. نتحدث عن حسب يعني مصادر في التحالف الوطني فأكثر من 577 شاحنة في طريقهم بالفعل إلى بوابة معبر رفح المصرية. وصل منهم عدد كبير، مئات من الشاحنات مصطفى أمام معبر رفح في العريش، في الشيخ زويد، في الصالة المغطاة. أيضا سيارات والشاحنات الخاصة بالغاز والشاحنات الخاصة بالسولار مصطفى الآن أمام بوابة معبر رفح في انتظار دخولها إلى الناحية الأخرى. نتحدث عن سيارات الإسعاف أيضا التي خرجت المصابين، خرج أكثر من 19 مصابا خرجوا بالفعل عن طريق سيارات الإسعاف إلى الأراضي المصرية. نتحدث أيضا عن مزدوج الجنسية الذين خرجوا عبر بوابة رفح، ولكن أيضا المختلف اليوم عبر الأيام السابقة ما يقرب من 50 يوما تقريبا من الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال على أشقاء في فلسطين. كان هناك بعض العالقين من الأشقاء الفلسطينيين هنا في الأراضي المصرية، وفور بدء سريان الهدنة سمحت السلطات المصرية بخروج العالقين يتوجهوا مرة أخرى إلى أراضيهم في قطاع غزة ليطمئنوا على أهلهم ويعودوا مرة أخرى إلى أراضيهم. عدد كبير من العالقين بالفعل عبروا عبر بوابة معبر رفح المصرية إلى الناحية الأخرى. وبعد قليل سنشاهد بالطبع سويا هذا المؤتمر الصحفي الذي سيقام لرؤساء وزراء بلجيكا وأسبانيا. يعني ربما هذا المؤتمر سيتناول ما تم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الحديث حول أهمية إدخال هذه المساعدات واستمرار ومحاولة مد الهدنة، خصوصا أن من المفترض حسب الهدنة سيكون هناك تبادل للأسرى في 4 من عصر اليوم، أي بعد قليل من الآن، إذا أتم الطرفين الهدنة منذ صباح اليوم. وهو يعني ربما ما يسري الآن، لا يوجد يعني أي اختراق للهدنة إلا أشياء بسيطة رصدناها عبر أنباء في الأخبار، ولكن حتى الآن دخول المساعدات ما زال مستمر عبر بوابة معبر رفح، والتأكيد على أيضا دخول شاحنات الوقود والغاز الذين بالفعل أفرغوا حمولتهم في الناحية الأخرى وخرجوا مرة أخرى. هناك أيضا شاحنات من المساعدات أفرغت حمولتها بالفعل وخرجت إلى هنا، عادت هنا إلى مصر لتعيد تحميل مرة أخرى ما يأتي عبر مطار العريش الدولي. بالفعل أشكرك على كل هذه المعلومات الوافية. الزميل كريم بيبرست مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من أمام معبر رفح البري.